تمام. خلينا نقول لكم ألف مبروك، رفعتوا راسنا للسنة الثانية على التوالي. ولكن كابتن وليد وحسن ومروان كانوا بيتكلموا على أن هي بطولة صعبة جدا، فيها ظروف صعبة جدا مرت عليكم كلكم، سواء من إصابات أو ظروف عامة للبطولة. فخليني أبدأ معاك كده يا كابتن عن الظروف اللي سبقت البطولة دي. طبعا السنه دي الحمد لله ربنا كرمنا ببطوله الدوري، يمكن زي ما حضرتك قلتي كانت السنه دي برضو فيها صعوبات كتير مرينا بيها، بس الحمد لله ربنا كرمنا وعرفنا نعدي بيها وعرفنا نوصل للبطوله. كان عندنا اصابات كتير، كان عندنا حالتين حرجين جدا، عمر غنيم ومازن يمكن كابتن وليد ذكرهم، الحمد لله ربنا شفاهم والحمد لله قدروا يرجعوا للملعب. كان عندنا وفاه كابتن العمري فاروق، كابتن مدحت فرج، كانت كل دي دوافع يعني محفزانا ان احنا ناخد الدوري السنه دي. غير بقى ان زي ما حضرتك قلت في الفقره اللي فاتت ان الموضوع وليده الصدفه، لا احنا كنا عايزين ناكد ان هو مش وليده الصدفه، وان النادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى على قمه يعني قمه الجدول دايما زي ما بيقولوا، او رقم واحد على طول. فالحمد لله ان ربنا كرمنا والحمد لله ان الدوري. محمد انت النهارده كابتن الفريق، والحقيقه البطولتين اللي جم وانت كابتن الفريق السنه اللي فاتت والسنه دي، دور كابتن الفريق مش بس في الملعب، مش بس دور فني، طبعا انت كان ليك دور كبير وحكينا واتكلمنا عنه طبعاً في بعض الاوقات الحرجه، ولكن دور كابتن الفريق كمان في اوضه اللبس، في زي ما بيقولوا ضبط الايقاع ما بين اللعيبه وبعض الروح. كلمني عن دورك وازاي كنت بتنسق مع كابتن وليد وبقيه الجهاز الفني في النهارده. ساعات لعيب، احنا بشر، ممكن تلاقي لعيب اتضايق انه ما لعبش، لعيب زعلان انه ما خدش فرصته، لعيب مثلا محتاج يتعمل له عقد، يعني الحاجات دي كلها انت بيبقى ليك دخل فيها كابتن فريق. كلمني اللي انت يعني دورك كان ايه السنه دي وازاي قمت بالدور ده على اكمل وجه. هو زي ما حضرتك ذكرت كده، يا اوضه اللبس دي اهم حاجه في الفرقه، لازم تبقى اوضه اللبس دي، لو اوضه اللبس دي جامده والناس كلها محافظه على بعضها الفرقه بيبقى قوامها جامد، بتبقى روحها عاليه. طبعا احنا معانا اعمار سنيه مختلفه جدا طبعاً. يمكن انا اكبر واحد في الفرقه مواليد 90، معانا لحد 2005 و2006، فانت معاك اعمار بافكار مختلفه طبعاً، بظروف مختلفه. طب شايف دي ميزه ولا عيب؟ الحمد لله فرقتنا ميزه، لان الحمد لله احنا ما بنحسش بحته الاعمار دي بينا وبين بعضنا. يعني يمكن احنا كلنا موجودين مع بعض، بنسافر مع بعض، بنخرج مع بعض، بنحضر مناسبات بعض. انت ليك دور في ده، ليك دور كبير ان انت تدوب الفروق دي طبعا. لا الحمد لله يعني على علاقه كويسه جدا مع كل الفرقه، يمكن اي حد بيكلمني في اي وقت بسمعه وبديله نصايح على قد خبرتي او على قد اللي انا اعرفه. حته بقى ان في ناس عندها ظروف، فانت بتحاول توفق ما بين ظروف الناس ديت وما بين التمرين. طب والله انا عندي ظرف في الوقت الفلاني، طب ممكن تيجي تتمرن قبل الظرف دوت وتيجي تمرين قبليها مثلا، بحيث ان انت ما تبقاش بعدت كتير. دي حاجه مهمه جدا، مسؤوليه صعبه طبعا. مسؤوليه صعبه، وزي ما احنا كبيره، وخصوصا لو في النادي الاهلي. طبعا طبعا، وانت كمان اتكلمت. ايوه مظبوط طبعا.